إذن من أهداف الحج كثرة ذكر الله، فلتكن من التربية لنا في أداء هذه العبادة الإكثار 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 من ذكر الله، وإن فيه توطئة لصفاء القلوب قبل أمرها بالذكر في هذه الآيات. كيف ذلك؟ التخلية قبل التحلية، جعل القلب خاليا من الرفث والفسوق والجدال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأمره أن يتقوى بالتقوى، ثم بعد ذلك دعاه إلى كثرة ذكر الله عز وجل. وهذا درس عملي نأخذه في شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرمة وصفر وما بعده في جميع الشهور، أنك إذا أردت أن تربي نفسك على فعل الخير فقلل من الشر وصحبة أهل الشر حتى تتقدم إلى الخير. وإذا رأيت من أحد في بيتك تقصيرا في طاعة أو وقوعا في معصية فابدأ معه هذه القاعدة القرآنية: التخلية قبل التحلية. اجعله يكون خاليا من هذا الشر فيقل عنه ليزداد في الخير. وإذا كنت أنت أو من تحت يديك في الخير فاستمر مع أهل الخير لتزداد من الخير، فإن الله قال لمعلم البشرية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. متى بداية ذكر الله؟ هل هي من قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك؟ هل هذه هي بداية الذكر في الحج؟ ليست هذه البداية. هل هي ذكر التحميد والتسبيح حال التلبية كما ورد؟ ليست هذه البداية. إن نية الدخول في النسك ذكر لله عز وجل، فإن الإحرام ركنا من أركان الحج ومن أركان العمرة، فإن الذكر على نوعين: ذكرا باللسان وذكرا بسائر الجوارح. جلوسك هنا في حضور درس تقبله الله في الصالحات هو من ذكر الله، خطواتك تخطوها في صلة رحم هي ذكر لله، مدارستك للعلم هو ذكر لله، اتباعك للجنازة هو ذكر لله، تعليمك هو ذكر لله، خدمتك لأهل بيتك تحتسب ذلك عند الله هو ذكر لله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والحديث عن هذا المقصد العام وهو ذكر الله يدخل في ثناياه تخفيف الله على العباد وتيسيره لهم أن جعل فيه منافع دنيوية ومنافع أخروية في الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ففيه منافع للناس،